حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو. اليوم احنا متواجدين بالرصافة، تحديدا بزيونة مول بمنطقة زيونة. هاي المنطقة اللي جامعة أهالي الرصافة وحتى المحافظات القريبة يترددون إلها، مو بس هيجي حتى أهالي الكرخ يترددون ويجون ويكونون من زائريها، ودائما يجون يتونسون بمول زيونة أو اللي يسمى زيونة مول. المولات أنتوا تعرفوها تكون متنفس حلو للعائلة العراقية، يغيرون بها جو شوية، يكون متنفس تغيير نفسية من ضغوطات الدوام، من ضغوطات الحياة العملية، ضغوطات الحياة العائلية، وبعض الأمور اللي دائما تكثر من الإرهاق التعب، فنلجأ إنه إحنا نطلع نتونس ونغير جو. خليكم ويانا، أنا بودي أروح فاصل وأرجع، بس أكو شباب اثنين أريد نسولف وياهم. تعالوا، شلونكم؟ تعالوا، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. هلا بيك، شلونك؟ الله يسلمك. شو اسمك؟ مخلد. حضرتك محمد. شو تصيروا من بعض؟ لا تروحون بعيد، تعالوا يمي. أصدقاء. صاركم شغل أصدقاء؟ أكثر من 5 سنين هيك. أكثر من 5 سنوات؟ أي نعم. أكون بالوسط أني؟ أي تعال حضرتك هنا. أي والله تعبك شوية، خليكم قريبين حتى نطلع كلنا حلوين بالشاشة. شو أخبارك؟ الحمد لله. من وين؟ من بغداد، من المدينة الصدر. حياك الله وحيا الله للمدينة، يعني من الرصافة. اي من الرصافة. ألف هلا بيك. وحضرتك؟ بغداد الحبيبية. ها يعني قريبة، حتى مناطقكم قريبة. زين، كلش قد تلتقون؟ تعال شوي قريب، عاشت ايدك هسه. تمام، كلش قد تلتقون؟ يومية. ما بيها مجا؟ لا ما بيها اجازة، يعني بس فترة الشغل، يعني مرات بين يوم ويوم، مرات يومية. مطولين؟ اي بين يوم ويوم هواية. لا مرات يعني هاي بين يوم مو مستمرار، شيء قليل يعني. اي بس اكثر شيء يومي. متزوجين انتم ولا لا؟ لا لا ما متزوجين. فلهذا السبب انه انتم متفرغين كاصدقاء. اي نعم. زين، ما ناويين تتزوجون؟ اي نفكر. لا والله يعني ما مقرر. لا لا ما مقرر. شنو سؤال مخلد، شنو الشيء اللي يخلي الشاب العراقي اليوم يقول افكر اتزوج؟ شنو هي المقومات اللي يحسها ما موجوده فما يريد يتزوج؟ الوضع يعني ما يسمح. شنو نوع الوضع؟ يعني مثل ما يقول الحاله الماديه، والبنيه هواي تريد يعني مثل ما يقول تكاليف الزواج 10 ب10 15 ب15. وين 10 ب10؟ قد قديمه يعني من 2015 خلصت. لا اكو، لا موجود هذا الشيء والله العظيم، 15 ب15 10 ب10 هذا متوفر. اما اكو مثل اساليب يعني مثل فتره الزواج وتقول اريد عزال، فهي ما ترهم يعني. زين شافوا من يدبر، هو يا دوب كمل ذني جمعهن وتزوج بهن، ورا فتره الزواج شهرين ثلاثه نقول سنه ترجع تقول اريد اعزال. فهنا يعني هو شيء اكيد راح يتجه للايجار. فاحنا من نشوف هاي الوضعيه، احنا الشباب اللي وراهم ما متزوجين ما نفكر بالزواج. يعني نقدر نقول انه مخلد اليوم حالتك الماديه ميسوره، لكن انت وقادر انه انت تتزوج بالحد الممكن والمطلوب، لكن المتطلبات الفوق الممكن، انه انا اريد بيت وحد، اثاث فلاني، سياره فلانيه، مصرف فلاني، راح يصير شيء ازيد من هذا بعد. حتى لو يصير بعد ازيد وتظل اكو بها البنيه تصير فدتر الشغلات يعني ما مطلوبه بالحياه. لا عاد مو مطلوب. لا لا اكو شغلات. شنو يعني شنو هي الشغله الما مطلوبه بالحياه يعني تطلبها منك؟ يجوز تريد سفر هواي، تروح لباقي الدول. أهم متمكن تقول له تعال وديني فلان دوله راح. هو اذا شافته متمكن اي من حقها تريده كل الدول. اذا هو ميسور الحال ممكن بالسنه مره، ممكن الكردستان. انا حدنا بس اكو وضع مثل باقي الشباب ما تسمح، يعني هي تريد زواج تزوج او شيء اكيد، بس ورا فتره الزواج تريد اعزال. زين هو مين يدبر؟ هسه الميسور الحال منتهي من يم معوفي، نقول خليه يودي. كلامك منطقي، يعني ليش؟ لانه احنا اهلنا وامهاتنا وبيبياتنا قضوا عمرهم ويا العيال، ورا ايش قد يلا طلعوا. هسه وضعنا صح، هسه احنا مباشره نريد بيت واحد. اي هسه قبل اول ما تتزوج ورا شهرين ثلاثه ام اربعه مشاكل صارت يحاسبونها على مثل تنظيف او فشي، تعال طيب عزال، تروح شو اسمه بهلها زعلانه فد 4 أشهر 5 وراها تريد عزال. ما شاء الله انت مجرب الحياه الزوجيه كلها شفهي. اي لان اعرف القرايبك والهاي كلها عندها هالمشاكل. لا كلها عندها المشاكل صايره قدامي. طبيعي يعني. اي لا طبيعيه الامور. هلا عمرك كل الهلا فتوى الوجهك. زين شو اسمك؟ محمد. محمد انت شلونك ويا موضوع الزواج؟ نفس فكره مخلد؟ يعني انتم سويه بالفكره لو عندك فكرة؟ لا هي شوف قريبه الفكره، بس يعني هم الظروف تمنع، يعني انا بالنسبه لي اشتغل عمالي يعني فصعبه تصير. الله يرزقك ان شاء الله. يعني قصدك انه حالتك الماديه مو ميسوره بالمرحله اللي اصلا تقدر تفتح بيت. بالضبط اي صح، يعني مكفي روحك، مكفي امورك، احتياجاتك، طلعتك ونس. بالضبط صحيح. اي انت ما مفكر تتزوج؟
لان انه حالتك الماديه بس؟ بالضبط. اي هذا اللي مانعك؟ اكيد. زين، في حال مثلا ساعدوك العائله او الاهل ويسروا لك الحاله، انت تعرف مثل ما اكو ما حد احد ساعد، انا احب اكون روحي. حلو، وده تكون روحك؟ ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. زين مخلد، ارجع لك، عجبني الحوار، ترى منطقي للامانه. لا لا، هي بعد الصراحه هو لان هو هذا الوضع كله هيك صراحة، إنه الحوار منطقي لأن أغلب شبابنا يعانون من هذا الموضوع، يكونون هم طقنا. صور، لا خلي صور. صور حمزة، شوف أنت لازم تعرف الكاميرا، عندنا مصورين هواية بعد ما نحتاجك. دائما إحنا نشوف إنه الشاب العراقي، أنا من وجهة نظري أشوفه نوعا ما مظلوم، لأن إحنا النساء صار أغلبنا قادر على المعيشة، أغلبنا قادر على حمل المسؤولية، أغلبنا قادر على أنه هو يعتمد على نفسه أو أنا أعتمد على نفسي، فأحتاج رجل يكون سند، مو إلا فقط بالمادة، لأن أنا صرت أقدر أجيب المادة. هسه وضعنا هذا صار كل شيء بالمادة، يعني لازم توديها لها فد، تريد لها فد، الضربة 300,000 200. ها شنو هاي؟ هاي شنو من اروح لاهلي ما ماخذ 200 300 400 شنو؟ لا تروح لها هاي الاسعار، هاي فلوس المدينة، نحول على المدينة، شباب تعيشون بالمدينة هناك اللي تتزوج. اي تاخذ تروح لها وتجم صفرة ولا ربع بتجيب تشاقة. اي والله، يعني انا بهاي الوضعية مالت الزواج كلها صايرة قدامي. اي بس ما رايحة البيت، يعني تراني متزوجة. هي تروح البيت اهلها، تروح البيت اهلها تجيب لك، يعني تجيب مثلا كية مقبطة مال ملابس، تحسب حمل على السوق. اي اي تجيب علاليق هواي، يعني الصراحه علاليق هواي شغلات يا بنت طلعت العمر. اي اي انت مو يعني ذاك اليوم احنا تزوجنا وهاي شنو هالملابس، لا والله انا ذن محتاجتي وما ادري شنو، يعني انا مجرب الوضعيه الزواج اللي مقابل اصدقاء وجماعتي وقاربي. اي والله شوف، اني لو شاكه انه مو وجهه نظر صح، خلي شوفك الكاميرا حتى خافت الزواج، لاني كل انت تعرف شلون تتعامل وياك المره صح. اي شوف حمزه، اخذ علي زوم انت، بس الله يكتب له نصيب، تعرف شلون تتعامل وياه لان هو كاشف كل شيء. لا لا صحيح، هذا الشيء الحقيقه الكل كاشف، فما راح تقدر له. فمخلد يعني اني ليش ما ناقشتك او اداهرك اكثر او اثبت لك انه هذا الشيء غلط، لان هذا الشيء موجود بالمجتمع العراقي. اني اصدقائي وقاربي يعني صاير قدام هاي المواقف واقع قدامي. اي لا امر واقع طبعا. اي لان امور الزواج واحنا هسه الوضع مالنا وضعنا تعبان، ومال الزواج يعني اكيد وضعنا تعبان، لان انت تعرفين يعني ابسط المتطلبات ما موفرين لها، يعني احنا عايشين ببلد يسمونه اكثر بلد غني، وابسط شيء ما موفرين له. تحياتي لكم في دول قلبك، كونوا بخير. شكرا جزيلا. شو نسيت سؤال الحلقه وشنو اللي اسالك اياه؟ لان الحوار كان حلو. اي لا هو هذا بعد، هو هذا وضعنا منطقي، لان هو وضع الشعب كله هيك، مو بس احنا قلك، باقي الشباب الاكثريه. اي حياتنا للعائله. اشكرك، سلمنا على شنايمكم. الله يسلمك. واريد اعرفها من هي هاي اللي تاخذ 300,000 في البيت اهلها، ومن تلتقي بيها تعلمني. مقطوعة شعار؟ لا موال. موال صوته حلو؟ اي لا حمود صوته حلو. ما نادم عليك ولا على الصار، نادم على القلوب ما عرف يختار، ولك جبت بيدي عذابي وخسرت اول شبابي، وحسافه يضيع عمره واظل خالي، ليش اسال بعد شلي مي بسوالي. تحياتي لك. حلسانك، شو الابداع هذا، تحياتي لك، نورتني. الف هليبيك، هذه هديه مقدمة من شركة رحلة النبع للسياحة والسفر بعد الهم والغم اللي عشناه أنا وياك. تروح تتونس في كردستان، غير جو بعد الطلاق اللي طلقته 3 مرات. لا أنا يعني الصراحة يعني أنا شوفوا أنا مواليد 95 طبعا. الله يحفظك، صحة وعافية. 28 سنة، أشكرك رحمة الله والديك، لأن مثل ما يقول هو البشر يصير كل شيء قدامه فيحفظهن، لأن المتزوجين هذا يجي يسولف يقول يابا ترى الزواج ميرات ومسؤوليه وتعال تتزوج لك فد اربع اشهر خمسه تريد اعزال، فانصحك لا تتزوج. زين هذا مره مرتين، زين هو متزوج ويجي يقول له هذا الحكي، زين انا ايش راح يصير بيه؟ هو متزوج مو؟ فبعد ما يظل عنده تفكير فالعقل يفتر كلش، لان هو يقول لي الزواج ما ينراد ولا تتزوج.
تحياتنا. اشكرك. الله بخير. مع السلامه. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما ادري شنو اقول لكم، انا دائما يعني اردد نفس المقوله اللي هي كل شخص له حياته الخاصه وله تاريخه وماضيه وحاضره والتجارب اللي مر بها. راح تدعموني عادي تدعموني؟ عادي ندعمك. هلا عمري. ومن يقدم؟ لا عمري. عمري شلونك؟ والله بخير. انت شلونك؟ اخبارك؟ عمري. لا عمري. شنو يصير منك؟ بعد قلت له رجلي شفت عمري. عمري يا عمري شايف شفت عمري. مرحبا. شفتك هنا. السلام عليكم. عمري. هلا بعمري. شلونكم عيني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. زوجتك رادت تدعمني بالعربانه. فاصل. فاصل. اجي ابن عمي موجود حمزه وياي، انا وحمزه قرايب. حمزه يفصل. حمزه رادوا يدعمونا تفصلهم. تدللوني يا عبد تدللوني. احنا نفصل ببوسه. هيك انا احصل بوسه عادي انفصل. قبل تصير هوسه. انطيهم بوسه قبل تصير هوسه. يلا يلا. جمال. فدوة. فدوة. قولها عمري. عمري. جمال. تسلمين عمري حياتي. زين خلي العربانه هنا. انا صار لك ايش قد ام؟ صار لي 8 اشهر. اها بعدك 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 بالضيم. عادني وعادني. زين شلون هالثمان اشهر وياك؟ والله حلوه. ها. إيه يعني ما شاء الله سور سليمان ما شاء الله هو يساعدني يعني يساعدني حلوة. عمري. هي تحب عمري اليوم بس. عمري اليوم كله عمري. هاشتاق عمري. هاشتاق عمري. بما أنه الأبو منو؟ أبو ريما. أبو ريما. بما أنه أبو ريما يساعدك تقدرين توجهينا رسالة لكل أم أو بنت شلون تختار الشخص الصح اللي يكون مساعدها ومساندها بكل مراحل الحياة؟ اول شغله من الرجال يتقدم لها لازم تستخار. هاي اول شغله. استخار رب العالمين. استخار رب العالمين. الاستخاره هي يعني رب العالمين ييسر لها يقدم لها الخير ويبعد لها الشر. ثاني شغله اكيد تتعرف عليه، تتعرف على اطباعه، اسلوبه، شنو الاشياء اللي يعني بيناتهم يعني تشابه. أوكي. على هذا الاساس هي تتقدم هالخطوه. اي 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 هيك يعني. تتوقعين انه الانسان تقدرين تتعرفين عليه فتره خطوبه؟ لا بس شنو اقول اذا ما تتزوج وتجرب الضيم قبل الزواج مثل الرقيه. اسوي اذا اقول لك هي رقيه. شوفي ايش قد تعرفت عليه وشفت منه اشياء حلوه من تزوجت اكتشفت بعد هواي اشياء بس للاحسن الحمد لله. وشوفي اي للاحسن. زين هل هذا الشيء يعتمد فقط على اختيارك انت للشخص الصح لو يعتمد على تربيه الشريك ايضا ويعتمد على هو ثقافته ووعيه وتربيته وبيئته؟ بعي التعارف الصار هي على هاي الاساسيات. انا عرفتين الاساسيات تربيته صلاته من وين حنيته على اهله من وين هاي اساسيات. اذا هاي الاساسيات تمام يعني ها هي الحمد لله وشكرا. نقدر نقول انه اليوم انت من تريدين ترتبطين بشخص لا تباوعين على الاشياء الرمزيات ولا الماديات. طبعا الماديات تهتم بس انا احط رينج هواي عالي اهم صح. وعلى هذا الاساس لا اهم شيء صلاته وحنيته على اهله. هو ما دام يخاف رب العالمين حيخاف بيج رب العالمين. حلو. يعني هو يحبك؟ سيلي. انت انت تشوفي يحبك؟ سيلي. اوكي ماني راح اسال السؤال غير انه انت تحبك. ايه الحمد لله وشكرا. اوكي اوكي. ايش قد عيد ميلاد؟ واحد واحد. ليش؟ لان اول ما صار لي كم يوم. واحد واحد. انت الهديه الخسرانها يعني لها قيمه. ثقيله ثقيله. عليك. حياتي ممكن انطيك الياية حتى احنا نصور تقبلين ما يخالف هاك الياية. عفية اي طي ميوت تعالي. تريديني تعالي انا اخذك ونروح لبيتنا. لا انطيني اللو. مو على وياك ما تحبيني؟ ما تحبيني؟ سكتت سكتت. الله هداها الحمد لله. وين امي كان قالت امي حتبرقيها حتنمتن. بسم الله قاوي بنتك. لا لا خلينا امي مو موجوده الحمد لله. حشوف الفيديو خاله قولي لها. خاله ما لك علاقه. تعالوا شويه يمي. خليني اسالك شنو هي المقومات اللي تشوفها مناسبه اليوم للزواج ب 2024؟ يعني لازم ينبني على صدق اول شيء. اوكي. وعلى صراحه وعلى توافق و تغاضي لان مشاكل الحياه هوايه. فاذا ما يصير تغاضي من الطرفين ما تمشي الحياه. اللي يوقف على تفاصيل صغيره اللي هذا ما تمشي الحياه. فلازم يصير يعني شلون اعبر لك وتعبر لي اسامحك وتسامحني اسندك وتسندني اميل عليك وتميل عليك. علاقه وقتيه هي علاقه يعني لحد نهايه عمرنا يعني هو شراكه لنهايه حياتنا فلازم يكون بهالطريقه. شو وقت تاريخ زواجكم؟
12/12. شنو يا ربي كل التواريخ قريبه. انتي 5/5 ولادتك. شفت انا تواريخ مميزه حتى ما تنسي. لا فد يوم تنسي وتعال ها ليش؟ طبعا تعالوا شويه قريبين يعني انت ببالك موضوع انه اكو طبعا بدنا نلعب تشوبي احنا جينا هيك. هاي انا تشوبي كل حلقه وحمزه يسوي لي تعاي منا روحي منا فاطمه ايش اللي فاطمه تعاي منا فاطمه الكادر فاطمه الداري فاطمه حايره تلعب تشوبي. احنا هاي التواريخ المميزه حتى ما تنسي. زين عيد ميلادك خطط لها يعني مو 23/4 بعيد الحمد لله. بس هي طبعا ما تنسى يعني هذا طبيعي احنا ما ننسى ما ينسي لا. زين ايش وقت كان تاريخ تعارفكم؟ شهر 8 يوم 9/8 حياتي. الله يسعدكم الله يسعدكم ان شاء الله. زين منو سمى البنوته؟ مشاركة بالاسم. بس هو اكثر شيء رغبني بالاسم لان يحب اسم ريمي الكرتون مال ريمي فقال اريد هذا الاسم فز سوينا ريما. بس حلو ريما على فكره كلش حلو جديد اي اي وما مطروح. لا 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 تعرضوها سيبوكم من عندنا هسه بعد اللوجو هنا هذا تقليد على اساس هنا. عافيه عافيه. ريدت ريمي بس هي يعني لين ما اي فسوينا ريما حسيته دلع ريمي دلع صح فالريما ريمي راح تقتلنا. انا راح تقتلنا اليوم انا وحمزه والولد كلهم راح تعيطبينا اليوم. الله يحبين الشعر خلا شاورت. لا 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 تحبه لو لا احب الشعر اكيد يعني شنو الشعراء اللي تحب تسمع لهم منهم؟ ظفر النواب الجواهري السياب. شنو انت قديم مو بالثمانينات اني بالثمانينات وهاي تخيلي ترى اختلف عليك انا هم اسمع ام كلثوم صدق الكبرني واسمع ام كلثوم ويني وين كان لك معايا ويني تخيلي انه انا اسمع كان لك معايا وصفن زين بيت شعر تحب ما يحضرني شوف يعني انت تألف وتكتب وتسمع لمظفر النواب والجواهر يا الظالم وبيت شعر بيت شعر لا لا عبد الله قول يا الله بيت شعر كلها مسحت من بالك والله العظيم شنو هاي زوجك يختل هو ليش اشجع دائما احكي ليش ما رتجي خابرتيني تعال سوالفك ابشر حيتعاركون شوفكم بخير حياتي الله يسعدكم حياتي في كلش تونست عمري توفيق عمري صراحه تونست لي انا اخذت منكم نصيحه مناسبه للعائله العراقيه حبيبتي تريدين ابطل اروح عاجبك اللوجو هو عاجبك اللوجو تاخذين تقدمين بدالي هذه هديه مقدمه لحضرتك من جراند سماره بالمنصور انتم الاعزاء ما تاخذتها خلي هي تريد تروح تسوي بلازما عوفه تسوين اشياء رتوش الوجه حقطعك تاخذين تسوين رتوش الوجه الحلو الله يخليك حياتي تلحلى وبالعافيه مقدره شكرا شكرا عمري والله عمري اهلا بكم شكرا جزيلا ما قصرتوا هلا بكم باي باي عمري باي باي عمري حياتي باي باي الف هلا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم الونسة الحقيقية من نشوفكم يمنا قريبين علينا من انتو حافظين كلماتنا اللي احنا نحبها الكلمات اللي تكون عفوية عمري اللي شعب العراقي صار يصيح عمري بالمجمل عفوا مرحبا الحمد لله حطول عمري كلها عمري عراقي انا عمري اخذناها منك عمري انتو الاصل انتو العمر اصلا شلون هلا خالة هلا خالة مثل خالتي روح فاصل روح فاصل شنو مثل خالتي؟ لا شو اقول لك؟ هلا عمري هلا فاطمه هلا ستي هو تقول لي عليا كاني ما ادري تدري مين هنا انا؟ شلونك؟ الحمد لله زين سؤال هاي العيون الملونه على منو؟ على جدي الله يحفظه ابو ابوك والد ابوك وماكو احد عيونه ملونه مثل والد ابن عمي لا لا بس ابن عمي هم ابن عمي هم زين انتم طالعين علي عيون ملونه؟ لا شو تصيري منه؟ اخويا حياتي انت ايش طويله على منو؟ اني؟ لاعبة كرة السلة حياتي الله يا ربي عمري يا لا فلوس ولا هاي طول ماكو شو اسوي بالطول هذه شو اسوي بيها؟ اهم شيء بعد شوي خلينا نتمشى شنو الفايدني فلوس بابا شنو هسه شنو فرق الطول عن ال 1000 دولار؟ اي والله ها 1000 دولار لطول لا 1000 دولار طبعا بيت ورث بالمنصور لطول طبعا ها فكري شويه ولا علماني يعني فكري والله نص قليلي حلو نص قليلي لا الله يحفظك هو الطول كلش حلو عمري وهيبه عمري عمري كل
عمري حلقة عمري هاي الحلقة محضة كان اسمها عمري. راح أقول شيء لو تدري بمعزتك والله لو تدري لأن يقضي العمر ما صح لك عمري. لو تدري بمعزتك والله لو تدري لأن يقضي العمر ما صح لك عمري. حياتي عمري يجي شعرة صدق بعش كاتبة عليك تعطلت مو يعني ناسيك ولا مشغول لكن بحالة بتعرف مقاستي بقلبك شلون وظليت انتظر منك رسالة وماكو رسالة؟ ماكو انتظري؟ ايه من هاي طولتي من الانتظار لمن هي طولت حرام عليكم. انت يا مواليد 2005 2005 وتنتظري رسالة؟ يا ظلمة النفس يا ظلمة النفس 2005 وتنتظري رسالة؟ ايه موادني. متى يا مواليد؟ انا 2009 حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. يا مرحلة انت يا سيافة؟ أنا تاركة ولا أي مرحلة؟ بيت عجب يعني وين تركت اليوم مرحلة؟ خلصت ابتدائي وتركت سادس عجب ما تكملين ثالث خارج؟ إن شاء الله ناوية؟ إن شاء الله ضروري إن شاء الله. تعرفين ليش؟ لأن الشهادة هي سلاحك والشي اللي يخليك أنه أنت تتقدمين بمهنتك باللعبة الهواية اللي أنت تحبيها العفو شهادتك اللي يخليك تتطورين أكثر شهادتك. أنا من الناس اللي كنت تاركة الدراسة وتندمت ندم عمري ورجعت أخذت السادس خارج وهساني كلية وهذا الشيء لازم تمشين عليه. صار لعيونك لعيونك مو لعيوني مستقبلك انت تطقين صوره يعني صوره والله وتسوي هيك وما ادري شنو انا طق اخرعتيني عبالي حد يدقاني احنا شوي راجعين بس انطق صوره. هذا البرنامج برعاية باي باي. راجعين وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الجولة الحلوة اللي احنا مستمرين بها داخل زيونة مول. تحية طيبة لأهالينا في الرصافة الحبيبة اللي احنا هيك على طول هيك نجيهم سفرة صغيرونة لأن احنا شوية أهل الكرخ عندنا رصافة سفرة وأهل الرصافة عندهم الكرخ سفرة بسبب الترميمات اللي دا تصير ببغداد شوية مزحم الوضع لكن احنا ننتظر النتيجة الحماسية اللي تخلينا نحب بغداد أكثر من ما احنا نتنفس هي وشوارعها. مرحبا. أهلاً. تحبون بغداد لو لا؟ العمر ما أحلى من بغداد والله. أنا شو عندي مشاعر جياشة بغداد على طول هس كنت أمدح بيها هي وشوارعها المزدحمة بس أحبها. حلوة بغداد بأجواءها بناسها بناسها الطيبة والله العظيم. نشرب بكم. أنا من بغداد من الكرخ احنا الفلوجة القناة احنا من بغداد. أنتوا والقناة على راسي. احنا اكيد واحد اهل الانبار اهل الجنوب اهل كردستان اهل بغداد. اصلا هي بغداد صارت خليط لكل المحافظات صح لو غلط. حمزة اوقف بالوسط عادي خليني اوقف بالوسط اني عاشت ايديكم شوية تعالوا قريبين علي. فانت من الكرخ ولا من الرصافة؟ اني من الكرخ. من الكرخ وانت؟ اني من الرصافة. زين شلون انتوا شنو اقارب لو اصدقاء؟ لا والله هو يعني شوفنا هنا بالمول عرفته هسه؟ اي هسه تعرف. شلون يا الصداقه السريعه؟ اي مفاجاه احلى صدفه. بين الولد حباب، ولد حباب فقير ما عنده شيء بين سبحان الله. زين. تمدح ناس، هاي البدايات. لا 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 بالعكس انا محبوب من الولد بس مكروه من البنات. لا والله ليش؟ ما اعرف هذا حظي. طيب. اي والله. انت على منو عينك ملونه؟ اني؟ والله ما اعرف. يعني اهل اهل الوالده اهل الوالد؟ ابد. بس عندي عماتي يعني عيونهم يعني على اهل الوالد. اي طبعا الله يحفظهم لك. تحياتنا لعماتك وعمامك كلهم سلمنا عليهم. يوصل والله الله يحفظهم. وين من الكر؟ انا شويه يعني هالقد ما خجلان شويه قمت ما اميز من الرصافه من الامين. يعني انت مو بالكرخ؟ لا شو تقول انا من الكرخ؟ مو شويه غلطت اني مستحي من شنج. هاي استحى غير المنطقه كلها. اي من هسه انا بالبلديه ساكن. ها يعني انتم قريبه مناطقكم؟ اي من الامين امين الثانيه. زين شلونها دراستك وظيفتك شغلك شنو؟ ما مكمل انا اشتغل هنا بالشركه مال مود زيونه. حلو. بالتاكسيات. الله يرزقك. الله يبارك بيك. شو وقت ترجع للبيت؟ والله ب 12 لان كنت قبل ارجع الساعه بالوحده بالثنتين. هسه شويه الدوله مشدده علي. زين ليش؟ من متزوجت. الدوله الدوله انا على بالي الدوله. دوله عن دوله تفرق. اي طبعا اكيد. والاستخبارات همين؟ قالوا له بالدعش لازم انت بالبيت. الله يعينك والله على دولتك واستخباراتك.
بس اموت عليهم. الدولة ولا الاستخبارات؟ اثنيناتهم والله. حلو هذا الغزل المبطن. اي والله صاحب البداية تعذبت بس الله ارحم بيه. صاحب البداية تعذبت بس الله ارحم بيه. بالتالي عوضنا مرة تسوى كرر ارضية. الله يسعدك ان شاء الله. الشيخة معدلة فازت عنسة وتنقط عزوبية. ما راح اسولف انحسد بل قد علي ما الله لطف وانطاني هيك بنية. نفسيتي كانت على الصفر. لا بس هسه من تزوجت عبرت حدود المية. شنو؟ هسه انت تقصد الدولة لو المدام؟ طبعا شريكة حياتي. هي الدولة. ام ادم. الله يحفظها لك ان شاء الله. ادم ايش قد عمره؟ والله بعده ما جاي. ها انت ابو ادم يسمونه؟ ايه. الله يحفظك ان شاء الله، يا رب ينولك الذرية الصالحة. الله يبارك فيك. ويخليها لك يا رب. صار لك ايش قد متزوج؟ يعني 9 أشهر. عريس جديد، اقول تقرا غزل. اي والله بعدك انت لسه شفت حاجه. شنو السالفه؟ انا جايه لك من بعدين. والله انا طول حياتي. والله انا ابو الوفاء. شنو السالفه؟ تحب روحه. الله يسعدك. اي والله واثق الخطوه يمشي ملك. شنو احنا غير احنا موافقين الخطوه؟ ايش بينا بس هي غير حياه صعبه. لا ماكو حتى ذا صعبه. ابقى هذا حب وهذا وفاء. هو ما له علاقه بالحب بس هي الحياه صعبه. حتى لو صعبة الله موجود. والنعم بالله رب العالمين ما يعوف أحد طبعاً. وما يترك اثنين يحبون بعض وعلى نيتهم ويريدون بعض ويعوفهم حاشا لله. أنا كوجهة نظري زين. أوجه رسالة للمتزوجين كلهم بسبب الرجال. تعال حمزة. حمزة ما راح يجي. حمزة يطلع فاصل ما عجبه. قل لي ليش. أنا ولد أبو تاكسي أنواع وأشكال البنات صعدن وياي زين. أقدر أصاحب وأقدر أحب زين. تدري بي المرأة؟ طبعا ما تدري بس شنو المانعني ضميري خافت رب العالمين. خافت رب العالمين. لما جيت وتقدمت وابوها قال لي هاك هاي المره وخذها. تدرين هاي ايش كبرها؟ كلش كبيره. كلش احترم رايهم من انطوني مره. انا مو اروح هم ينطوني مره وانا اروح العب من وراهم. ما يصير. فاللي يقول لك هاي لا والله صوتش البنيه ترى البنيه عقلها صغير ايش ما تكبر بشكليتها تقنعها. والله الله يجبر خاطرك. شكليته والله. اي والله اتزعلك هاي اذا من الشخص الصح. اي شكليته مو صحيح. والله صحيح. والله عمي والله كفيلك الله الف عركن تعارك انا اروح اصالحه. صحيح. الحياه الزوجيه مو سهله واللي يخليها سهله هي المواقف والعيشه الصح والمشي الصح. وقفت وياي هواي بشدات. اي والله اروح فدوى القلب هاي. حياتنا لك ام ادم الله يحفظك ويسعدكم ان شاء الله ويستر عليكم يا رب. متزوج ويا وياي وياهم. ما متزوج طالب كليه بعدنا وقانون مرحله ثالثه. كلهن عفي عليك. كلهن من الاخير. حسين شو مسوي؟ والله العظيم ما متزوج وهسه الوالده الله يحفظها جايت له عليها كلش على الزواج كلش هواي صارت توجه لها رساله للوالده ذاك. الوالده الله يحفظها ان شاء الله اوجه لها رساله اقول حجيه رحمه الوالديك. لا تلحين. لا تلحين هواي ما تزوج بطل الزواج هذا الرجال متزوج خطيه. اي هو صح مرتاح بس ما عجبني. عمي يا زواج يا اخوي خلينا نتخرج نشوف العالم نطلع نسافر نتونس بعدين لاحق عظيم. شوف ما قيدار حايره بوسط ناس متزوجه ومرتاحه وناس عزابيه ومرتاحه انا اروح اشوفكم بخير. الله يبارك. مع السلامه. الله يسلمك. يعني ما ادري شنو اسوي المفروض ان انا انطيهم هديه بس نفسيا انا دمرت حاليا حرت بين الشخص هذا اللي يريد متزوج والحياه ورديه وبين هذا الشخص اللي ما يريد يتزوج والحياه عنده كل زينه. ويا منو هسه نسولف ويا هذه العائله شنو رايك؟ تعالوا اسولف وياكم. عادي اسولف وياكم. شلونك؟ الحمد لله. شنو يصير منك؟ زوجي. يعني قبل ما توافقين ما شفتي فرق الطول؟ شفتي لو كان اقصر؟ لو انت كنت لا عادي عادي. هو المرغوب الطول. اقول لك هو طول المرغوب. هو غير كل من ياخذ على قد طوله؟ زين هي مو طويله. والله قد طوله؟ 156. يا عمري وطويله يعني. اي زينه. اي زينه. هو بس راح يقزمك. اه. والله. لا. شلون؟ الحمد لله. ايش قد عمرك؟ 21. حياتي عمري والله يا اموالي 2002. حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. صار لكم ايش قد متزوج؟ والله تقريبا صار لنا سنه. عمي عرسان بعدني. الله يحفظكم والله الله يسعدكم ان شاء الله. حضرتك يا موالي؟ انا موالي 97. 97 اكبر مني بسنه. اي حفظك ان شاء الله وانا اكبر منك. انا الوسطانيه بيناتي. هذا الاخ الوسطاني اللي بس ينوق ويسوي مشاكل هاي يعني. فدوى عينك لي الشرف. شنو المعايير اللي شفتها موجوده شو اسمك؟ اطياف. باطياف واقتنعت بها كزوجه.
علاقتكم كانت حب لو تقليد؟ لا زواج تقليد عادي. زواج تقليد. هي المعايير او المواصفات اللي خلتك عادي ترتبط او توافق انه هي تكون زوجتك؟ يعني من ناحيه الاهل نهله يعني زينين. الله يحفظك. اي ويعني يبقى هو السؤال اللي سالنا عليهم واي. سمعتها؟ اي سمعتها اكيد يعني ويعني المنطقه اللي قاعده بها هم ناس يعني مو فقره. وثاني هم مش شفته اسلوبه حكيها تصرفاته كلش طبيعي. الله يستر عليها حبيبتي. الله يوفقك عمري انت. سبحان الله سمعت البنيه تحسيها هويه لاهلها وين ما يمشون درع. فهنيالها اللي هي سمعتها مخليتها درع ابوها وامها يتباهون بها. انا من الناس اللي ما احكي لك عن نفسي بس انا احس روحي درع لابوي وامي من يمشون بي بيضه. فحلو اليوم فدوى لعينك انت المعدل من زوج هي متابعتك تعرف عنك كل شيء. عمري والله افترينا عمري والله فدوى لوجهك يعني بالمتنبي وما ظل مكان ما رحنا. الله يسعدكم ان شاء الله. الله يسعدكم يا ربي. حلو اليوم من البنيه حتى زوجها من ينصفها انه ليش اختارها لان سمعتها حلوه. ايش قد حلو هنيالك انت المفروض تطولين من الفرحه بس لو شدين حيلك شويه طاقات لازم لو شدين حيلك على هالكلام لو بدالك والله طول. لا لا ما اطول ما افله مو بيتواشي هو يحب تقصير. زين انت من وين؟ انت مو من البحر؟ من البصره. مو انا حسيت هو يحبني قصيره هاي مو مالت هاي بصراويه. بصراويه انت هم بصراوي؟ اي بصراوي شكل. يعني انتم جايين خطار لو؟ لا جينا زياره. زيارة البغداد؟ يعني مو على بيت أحد ساكنين فيه؟ لا لا عيب. بيت أختك يعني موجود؟ والله العظيم يعني عيب تجون البغداد هنا تقعدون. بالعكس لا أهل كيف نروح للبصرة شو يسوون؟ لا بيتكم والله بخدمة الفندق والله شي أكيد. لا بالعكس الله يخلي الست الله يسر عليك أشكرك يا رب ويجعل لكم الحياة السعيدة بكل سبلها وكل طريقها عمري ويفتح لكم باب الرزق من اوسع ابواب حبيبتي. شعر المال ما انت حافظه؟ لا انا شديت هي مال شو اسمها مال سنبله سمسمه سنبله منو سمسمه موسى حافظه منعتها شويه قلت حافظه ايه ما حافظه ما حافظ. سمسمه يا قمره اليور سمسمه ذبيلي يا قطره شكر يمك يجي خدود السمسمه بصبحك بقيت اطلع نجم كل عين صرت احلم حلم شقرات يا خاتم نبي ما اقدر افهم طلسمه. الله يحفظكم ان شاء الله. هذه هديه مقدمه بما انك ببغداد تروحين تسوين جلسه ليزر. على فكره لوكسولوك موجودين اتصلي بهم افرعهم موجوده على مدار محافظات العراق فاكيد تلقين فرع بالبصره تحجزين يومهم تروحين تسوين جلسه مجانيه. تمام كل الحب سلمينا على اهل البصره ان شاء الله يوصل ما تقول انا اسلم عليك يحبون ان شاء الله شاهد الله يخليك رحت وشفت محبتهم بعيني واستقبالهم لي شاكيل يوصل مع السلامة ولا عيونك أبويا. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم. مرحبا عمو تعال تعال حمزة تعال شلونكم شلونك؟ قدم نفسي الإعلام حسين الكعبي مدير قناة صد علام العراق متابعينك وعباس متابعك راسي عباس دائما عباس وياك على التواصل وشلونك؟ اتشرف الله يسلمك. انت موفقه بهذا البرنامج الجميل الجيد ومتابعه وانت تحبين الشعر طبعا وي شعراء دائما ليش وي شعراء؟ الشعر حلو انا عراقيه انا عراقيه وما احب الشعر الشعبي شلون؟ العراقيين خاصه عندهم الهام بالشعر الشعبي خاصه نعم. زين اسالك انا جدا ممتنه لانه حضرتك شخص اعلامي وهذا الكلام شهاده لي واتشرف. قيم الصراحه يعني وبرنامج ما ناجح واتمنى لك التوفيق ان شاء الله وزميلي القصي مدير قناه القمه العربيه اي الحمد لله احنا اعلام وشفناه كيفنا الصراحه والكادر الجميل خلف الكواليس وهم تعبانين جنود الاوفياء جنود الاوفياء اكثر شيء هم تعبانين تعب لهم التعب لهم وانا اتناقر وياهم تعبهم هم يتعبون اكثر طبعا اكيد نسوي برنامج هم مجاهدين اكثر صح. الله يحفظ السلم وعباس ثاني دائما شافك هسه قال لي بابا لازم نسلم على فاطمه على راسي لا راس ثاني الله يحفظك زين عندي سؤال نعم على من عيون حضرتك؟ على والدتي نعم. تحياتنا الله يحفظها يرحمها برحمته الله يرحمها ان شاء الله يا رب العالمين يجعلها من اهل الجنه امين. زين اكو احد من عائلتك اخذ اللون عيون اي بنات الدثين حلو بنا اي زين يعني النسل ماشي النسل ماشي الحمد لله وشكر الله يجعله دوم امين يا رب العالمين ولك همين كذلك الله والديك يسلمك. عباس شلونك؟ الحمد لله خليني اسولف وياك. شنو هالكشخه هذه؟ واللون الابيض وطال ننسق وياي انا شلونك؟ الحمد لله. شعرك هيك على منو سرح؟ اني والد شعره سرح؟
عيني شعرك اسود وحلو سمارك يجنن. تملي الكرخ لو من الرصافه؟ ها؟ بالكرخ لو بالرصافه؟ بالرصافه. بالرصافه شلون هالرصافه؟ الحمد لله. وين تتونست وجماعتك على طول؟ نروح للزيارات. هي تروح زيارات؟ والله يروح زيارات. انت بالدراسة؟ يا صفن اول متوسط؟ ايش قد معدلك بالسادس؟ بالسادس تذكره؟ لا والله 77. من ينسى معدل السادس؟ يمكن 77 يمكن؟ يلا مو مهم، هو لا يقدم ولا يأخر، المهم نجحت مو صحيح؟ ايه. وشاطر هسه ولا؟ الحمد لله. كيمياء شلونك وياها؟ زينة. الاتش 2 او شنو؟ وين انا ما ماخذين مواد هواي. ايش ماخذين بالكيمياء؟ ايش ماخذين بالكيمياء؟ كان امتحاننا بس امتحان واحد. شنو كان؟ هسه حاليا يعني شنو؟ شنو 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 أسئلة؟ شنو مادتكم كيمياء؟ كيمياء. أي. يعني المادة وهاي. ها. أي. يعني ما تعرف إيش توقف؟ لا. زين أنا وياك نسأل المشاهدين الكرام، اكتبوا لنا بالتعليقات شنو هي H2O إذا جزئنا هاي الجزئية شنو اسمها هذا المركب وإذا جزئناه شو يصير؟ اتفقنا؟ تابع التعليقات راح يجاوبون. شكرا. أنا تشرفت بحضرتك، شباب انطوني هدية، شوفك أنت الهدية وأنت إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، والكادر الطيب خلف الكواليس، الجنود الأوفياء، أنا أسمي الجنود الأوفياء. ممتنة أستاذ، فدوى لعيونك، عزك الله، هذه هدية من توفيق فاطمة. من مطعم من أجل التوفيق إن شاء الله، وساق قصي حبيبي سلم عليك، ساق قصي. سلمان يا سلم عليك، مع السلامة، كل الهلا بيك، حياك الله، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين؟ نقطع؟ يلا اوكي، احنا مستمرين وياكم، مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم، نروح فاصل ونرجع اكيد. مرحبا. مرحبا. الله يسلمك، ما تطلع على وادي. يصيرون منك؟ والله هاي شمس بنتي وحموده ابني وهاي بنت اخوي. الله يستر عليهم، شو بعيد شموسه؟ يعني ما شاء الله كلهم حلوين ويشبهون من ذوق الست رحمة الله على والدي. عاد الخدود شو بالله؟ هاي حقيقيات؟ حقيقيات هاي؟ لا. عندك شعر؟ اي. ها؟ اي. اسمع شعر حمزة، تعال شوف خدود واسمع شعر، يلا سمعني شنو حافظ، بس علي صوتك اريد اسمعك. اشلع ماجد والغين الفتحات. شلون؟ اشلع ماجد والغين الفتحات، تشال ابوما مس ماجد الابنين، ولا ست سنسر باب العدل والطيب التسامح والصلع اولنا الغين، حصلت شنو شال انشر عرسي كفن بلا لو يطلع عارين، الملح دا نقل عيونهم مكحات، شبيه وين وجهي؟ قعد تبرين دوار قمقم مدي لك بالغني. شراء مشراء يعاون شطين الطين. صح لسانك، وين رايح؟ تعال شتة جاوية على قد المصلعة تقرأ شعر وتعوفني. شو شاف خشمة علي بس 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 قرأ شعر شو تكبر. والله اشلعهن، أخذن وياي للبيت، أخذن وياي لا عبالك، ترى أنا قدام الخدود ما أعرف ما أقاومها. منو ما يريدون؟ أمه ما تريدون خدودة؟ لا ما أريد في دولك. زين منو أكثر وحش على قلبك فيه؟ والله شمس. شموسة علي باع على عمو حمزه، مع عمو حمزه يسال عليك يقول هذا الحلو ليش ما يباوع علي؟ تعال شويه هنا، تعال شلونك؟ زينه لو زينه؟ زينه باع على عمو حمزه دول وجهك. وانت شموسه ليش على قلب بابا؟ عزه يقول عليك وكحه. يعني هي ما مسؤوله عن تصرفاتها، يعني هي وكحه بس هي ما تدري ليش وكحه. زين سؤال، انت اخوك يعيل بيك يزوجك؟ اي. اين هسه طلع لسانها من يقول انت وكحه ما تعرف تجاوب. اي. يضوجك؟ اي. يعاركك؟ اي. يضربك؟ اي. اها شو ضربك؟ زين ياكل اكلك؟ نساتلك باعي على عمو. اي. ياكل نساتلك من تشتري؟ لا. لا 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 ما ياكل نساتلك؟ اي. يشقق كتبك؟ لا. ها ما يشخبط على كتبك؟ اي. شخبط؟ لا. اي. ما يشخبط؟ اي ما يشخبط. زي تحبيه لو لا؟ حمزه عليك الله شوف شلون تفكر. عليك الله شوف شلون تفكر. تحبيه لو لا؟ رجعي غمزي هاي الغمزه الحمزه. كلش تحبي. دتفكر. ها؟ احكي ايش بيصير؟ تحبيه لو لا حبيبتي؟ عادي لا حد يجبرك براحتك، هاي مشاعرك. شلون تحبي؟ اي احبك. تحبه لو لا؟ احبه. اوي عمري والله. يلا تعالوا خلنا نتصالح نرجع عائله وحده لان تفتتت العائله. زين حضرتك اغلب وقتك بالبيت بالشغل؟ بالشغل حاليا.
احنا عندنا مكتب مال دلاليه بالاراضي. الله يرزقك والد، رحمه الله على والديك. الله يسلمك يا رب ويرزقك. حلو شغل العقار، هو صح متعب بس حلو. حلو ايه الحمد لله ماشيه. زباينك شلونهم؟ والله الحمد لله يشلعون القلب؟ لا زينين والله. شنو يشلع قلبك بالشغل؟ والله يتعبون بالسعر شوي. لون ما يصرفن. اي ما يصرفن. اي والله الحمد. انت يصرف لك على ما يصرف. اي الحمد لله ماشي. اكثر الاوقات اللي تحس بيها انه انت مثلا لازم تطلع العائله كلش قد؟ والله كل اسبوع. كل اسبوع زين والله. اي زين. كل الاهل وياك لو بس تولد؟ لا الاهل وياي، ذولاك الاهل موجودين. مرحبا. ايش ليش بس تجي تطلع؟ ما يصير بالتصوير. احنا عشائر وهاي تعرفي على راس العشائر. راس السالم الله يحفظك. يعني اكو هوايه ناس عشائر نلتقي وياهم، بس اكو ناس ما تحب تطلع للشارع. ست احنا طبقتنا شويه تختلف. اوكي يلا ما راح اناقشك. متطلع على والدي. الله يسلمك يا ربي، يحفظ لك شموسه وحمودي. والدي شي حمود. الله يحفظكم حمودي وشموسه. اعطونا هديه يا جماعه. هاي الهدية الماما. ماما لا طلعت ولا جتي ولا سوت وحصلت هدية. ايه شكرا رحم الله والدي. والديك هاي هدية فدوة لعينك، تعطيها الماما من عيادة أيوب الحديثي بالدورة بابو طيارة، تروح تسوي لها شيل وجهها الحلو، بلكة تصير خدودها نفس خدود أخوك حلوة. اوكي فدوة لعينك. الله على والدي الست. الله يحفظك فاطمة بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامة. سو باي باي لعمو حمزة. هذا سو باي باي، سو له باي باي، خطيته يصوركم. اي باي باي عمو حمزة. مساء النور. هلا بيك. الحمد لله. الله يسلمك. بخير الحمد لله. ام شمس. شمس موجوده؟ وين شمس انت حبيبي؟ والله وشنو تصير منك؟ بنت خالتي. مرحبا. مرحبا. زينه حياتي. الله يجعلك بخير. مرحبا. مرحبتي. الله يخليك ان شاء الله. حضرتك شنو اسمك؟ ليان. شنو؟ ليان. ليان. ليان؟ ليان. اخت شموسه انت؟ لا نور. اخت نور. كل الهلا بيهم. خاله عيونك ملونه على منو؟ على والدتي الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله ويحفظك يا ربي. ما انطيتي هذه الوراثه لاحد من اولادك؟ مع الاسف لا، ما عندي بس هاي البنيه. حبيبي انت اخذتي وراثه من عندي. شلون تعوفين العيون هاي؟ شلون؟ للاسف. شلون تطفرين هاي الطفره؟ لا انت الخير والبركه، بس كنا عيوننا. شوف عيون خاله. بس شوف حمزه الساعه شويه شوف عيون خاله. اللهم صل على محمد. زرق وتجنن حبيبتي. اشكرك. يعني لازم احنا نطفر. نطفر ان شاء الله. ان شاء الله نطفر. ما بعد هاي البنيه شوف ايش حالاتها، ما بيها عيون زرق. الله يحفظكم. الله يسلمك حبيبي. زين اخواتك او اخوانك عندك عيون ملونه ولا فقط انت؟ عندي اخوان اربعه، اثنين ملونه واثنين لا. ما شاء الله. واولادهم؟ اولادهم بس وحده. بس واحد. بس واحد طلع عنده. بس البنات عندي خوات، يعني احنا سته. ست خوات؟ ملونه اي، بس وحده عيونها مو ملونه. كلهم ملونة عيونهم؟ أي أي. وأولادهم وبناتهم ملونة لو لا؟ مع الأسف لا. ما شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. بنات تعالوا شوية يمنا. كلش قد خالة تطلعون تتونسون غير ونجو؟ والله دائما نطلع بسبوع فد مرتين ثلاثة، بس هالمرة لين عندنا ضيوف. يا عيني من الضيف؟ استراليا. نور و نورتونا عيني كل. ما تقولي لي شكرا؟ شكرا. حياتي الله يحفظكم ان شاء الله. اشوفكم بخير حبيبتي. وانتم بخير يا ربي ويرزقكم الصحه والعافيه من كل ابواب. الله يعافيك حبيبتي. خلاص انت قلتي انه اني اطلع بالاسبوع ثلاث مرات، هوايه؟ لا مو هوايه شوي. صدق؟ موظفه حضرتك؟ انا مديره شركه. تلحقين؟ اي الحق. شلون؟ غششي؟ الحق عادي ما عندي شيء. يعني وقت يعني ترجعين من الوظيفه شو وقت تطلعين؟ يعني خلي اجي فد بالثنتين على ما نكمل غدا. ثنتين زين يعني من وقت؟ اوكي كملتي غدا؟ اي كملنا غدا. شو شكو بعد بالبيت من شغلات اخلصين تيادي ورا الصلاه نطلع نبدي العشاء او المغرب. اي يعني ورا العشاء ورا المغرب. أوكي. الله يوفقكم يا ربي. وهذه هديه مقدمه من يا ترى من جراند تمارا من توما العزاوي. شكرا جزيلا. بشرتك الجميله حبيبتي بدول عيون. شوف ما
وانت بخير. مع السلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي. فدوى لعيونك. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم، سولف وياكم، نتشاقى وياكم لهذه الحلقة وهذه الجولة من زيونة مول. خليكم ويانا نصعد للطابق الأعلى، سولف ويا عائلة أو شباب. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام لهذه الحلقة، كملها سوا. شلونكم؟ الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. مصطفى. حسين. شوية تعالوا اثنينكم، شو تصيروا من بعض؟ أصدقاء احنا. صاركم ايش قد؟ صارنا 6 سنين. حلو، مو شوية. اي. زين، أصدقاء منطقة، دراسة، شغل؟ لا، أصدقاء عمل. وين اشتغلتوا؟ اشتغلنا بالسنك. زين. اي. فاحنا صرنا أصدقاء أكثر. صاركم 6 سنين. 6 سنين سوا. كلش قد تلتقوا؟ والله احنا ماكو، يعني الاسبوع ما يفوت علينا اذا مو مرتين ثلاثين نلتقي. والله زين، حلو، نشطين. زين، شلون تشتغلون هسه؟ انا اشتغل عندي كمر مال شاي، وحسين يشتغل بهاي ادوات مال السيارات. ادوات احتياطيه؟ ادوات احتياطيه مال السيارات. وين؟ بالسنك؟ بالسنك. بعدك بالسنك. زين، شلون شايك، طيب ولا لا؟ انا شاي طيب. والله طيب من شاي. عاد تشرفونا. ادع عليكم. ادع عليكم يدلونا بالبيت، انت لما تعرفون يسوون شاي انت يروح يشرب يمك حتى يجي الراس يجي معدل. وايد يجون يقول لي عاد هسه انا مرتي ما تعرف اسوي شاي، والله العظيم. احنا نتضرر، انتوا لازم تحسون بخواتكم، احنا نتضرر. انتم اول تقدير يعني تكونوا تخدرونا بشكل صحيح ويطلع طعم كلش طيب. بحي الجامعة هم يسوي شاي مثل وجهك الكريم، شو يقول لي؟ يقول لي شاي نفسية، انت قاعدة من الصبح ما طايقة روحك وتريد تحطين الشاي وتحطين هو نفسية، يعني انا مثلا من اخدر شاي ايش قد يسولفوني اصدقائي، ايش قد حتى مثلا مرات مو اتراسل ويخبروني، اعوف اذا كلها تركيز يم الشاي، لان بس العافي شوية دقائق يخرب بعد خلطة كلها تخرب. احنا تدري شنو؟ احنا يعني بسلامة بسلامة نحط الشاي من الستة، 6:30 نشوفه فار، لو لان نجي نلقى المي قلان والهيلات خطية قاضيات. لا لا. ونحط شاي هواية، يعني هو يطلع شاي بس يشبه كل شيء الا الشاي. طبيعي جير صاير هذا. انا احقد عليكم، انتم شايكم طيب وبنفسية حلوة وريحة الهيل ما تتفوح، يعني ولا تعالوا شوية هنا ولا كأنما تعالوا شوية يمين ولا كأنه انت تسوي الشاي بحب الكبرى. اي والله سوى رمز ايش كبرى وايش قد تسوي شاي يعني قوري هاي كبرى ما بيخرب. لا والله مسوي يعني انا اكثر قوري كبيره اكثر من مره عيد، يعني هوايه وعالم تجيهم هوايه، بس انا اقول لك اكثر والله كلمه حد اليوم اخر يوم سمعته يقولوا لي يا اخي، يقولوا لي بالبيت ايش بيسوون هيك شاي، حتى صارت مشكله. طب عرفت سوالفه وما بي عانت حظي، انا ويا الشاي مش زعلين، يعني مرات يصير وياي طيب مرات لا والله زعلان. هي على نفسي. يعني زعل عوف وش اسوي؟ هي على نفسي، انت عم تطول تطول بالك ويا شاي. شو ينصحني خليني ادير بالي على الشاي. يحنني على اطفالي. الله يحفظكم ان شاء الله ويرزقك يا ربي. انتم متزوجين لو لا؟ لا لا ما متزوج. بيناتكم؟ لا ما متزوج. كم والد؟ 96. نسيت تريد تقول 2000؟ شفت روحك راح تلزم. فاطمه حتقول لك اجابك على 2000، رجعت على 96. لا لا 96 شهر 11. حضرتك؟ 2000 مواليد. من بين؟ ما اعرف يعني اكبر بين؟ يعني بين 95. لا 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 2000 انا بس هو يعني شفتني قال لي انت 2000. اه والله. يزرون؟ راني ما خمنتك صح؟ لا هو انا يعني قال لي 2000 يتفاجئ. اي يعني صح اي قال لي مثلا 94 95 يعني صح يعني اي صحيحه اي. الله يحفظك. الله يسلمك. ويرزقكم كل شيء حلو بهاي الدنيا، وشوفوا هي الدنيا صعبه بس اللي يحليها انك شلون تمشي شلون تخطي. اكيد ويا ناسنا الطيبه احنا ان شاء الله يكون واحد اسلوبه تعامله الثاني بشكل حلو وسلس تمشي حياه حلوه وبدون تشنج او تعصب. ماكو هذا الستريس اللي يقلل العمر. توتر اي طبعا اي اي. حياتنا لكم، شوفكم بخير، سلمونا عليك. شرفنا عيونكم. اعطيكم هديه لو تعطوني هديه. والله انت الهديه. خجلني بعوا ما عنده هديه مو محضر لي فكه شو قال اخجلها اقول انت الهديه. سوالفكم اعرفها اني. الله يسلمك. طبعا انا هديتي شوفتكم والحكايه وياكم تسوى عندنا الدنيا، لان دائما احنا هذا البرنامج هو بيت لكل عائله عراقيه، وتعبنا هو حتى ننال حب كل عوائلنا اهلنا في بغداد ومحافظاتنا والوطن العربي. فالحمد لله والشكر، كل فرحانه وسعيده ان التقيت وياكم، وهذه هديه من شركه رحله النبع للسفر والسياحه، سفره لكردستان. اشكرك والله عديش. اشكرك شرفني بك. شكرا ست. يعزك الله. مشاهدينا الكرام، بين حب الشاي وبين مشاعرنا المحطمه لان احنا ما نعرف نسوي شاي، فاصل اساله على الخلطه ونرجع لك.
مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من مول زيونة من الرصافة الحبيبة. كنا وياكم حلقة مميزة بجولة داخل زيونة مول، تعرفنا على أهلها وناسها، سولفنا وتشاقينا ونطينا بعض الهدايا اللي تفرحكم. انتظرونا بحلقة جديدة، منطقة جديدة، مكان جديد، ابتسامة جديدة، ضحكة جديدة، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة جديدة. كنت وياكم بالتقديم فاطمة قيدار، جنود الأوفياء حسن كريم حمزة، كل الحب والاحترام والتقدير، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية